بروتوكول صحي خاص وتدابير وقائية وضعتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية استعداداً لاحتمال استئناف حركة النقل باتباع تنظيم داخلي يبدأ مع دخول المسافر إلى المحطة. دخول المحطة لازم يكون عنده الكمامة أوبليغاتوار، هذه إجباري. ثانياً كي يروح يشري الذاكرة نتاعو لو بي تران نتاعو لازم يريسبكتي لا ديستانس سانيتير، سيتادير المسافة الأمنية بين الغاشي. ثالثا كي يدخل للرصيف لازم يكون عنده ثاني الكمامة ويشد الكمامة عنده حتى يطلع في القطار، وفي القطار كاين ماركاج في القطار باش يريسبي كل واحد ياخذ بلاصتو. في حال الاستئناف خصصت الشركة 160 قطاراً مع تقليص عدد المسافرين لتفادي تفشي كورونا، فالأزمة الصحية سببت تجميد الرحلات قرابة 10 أشهر ما أسفر عن خسارة 30 مليون مسافر. Ça c'est pour éviter qu'il y ait beaucoup de monde dans un train parce que nous avons réduit la capacité des trains. Alors au lieu de transporter 1400 voyageurs par train, donc on va transporter uniquement 600 personnes par train. تحديد عدد المسافرين، تنظيف القطارات قبل وبعد كل رحلة، وبث إعلانات تحسيسية من بين جملة التدابير الوقائية المتخذة تحسباً لاستئناف النشاط.